الأستاذ علي المحمد من مدرسة الزربة. المشكلة الأساسية هي الاختبار المعياري. الاختبار المعياري عبارة عن اختبار التصحيح لم يكن عادلا على الإطلاق، فتفاجأنا بنسبة عالية للراسبين، وقمنا بالاستفسار عن هذا الأمر، لكن لم نجد تجاوب من مديرية التربية، مما اضطررنا إلى القدوم إلى مديرية التربية، وكانت لنا مطالب من أهمها إلغاء الاختبار المعياري، لأن لم يكن هناك عدالة في التصحيح ولا نزاهة أيضا. والمطلب الثاني هو تثبيت الوكلاء حسب سنوات الخبرة السابقة. كان على أساس أن الصفر بالمقالة هو لرسب الطالب. مدير التربية عمل لنا فحص معياري منذ أسبوعين، وكان هنالك ظلم كثير في الفحص المعياري. رسب أصحاب الخبرات ونجح أصحاب خريجين 2019، يعني أبو البكالوريا نجحه ورسب أصحاب الجامعات وخريجين المعاهد، فكان هناك ظلم كثير من مدير التربية على المعلمين. أنا سمعتكم وأنتم سمعوني إذا سمحتوا. كانت الفكرة اللي توصلنا إلى أنه كل معلم آخذ عنده أكثر من 3 أخطاء هذا يفترض ما يدخل الصف. المعياري وجد من أجل الحفاظ على جودة التعليم، يعني حتى لا يدخل إلى الصف معلم غير مؤهل. الآن المعلم غير المؤهل نتيح له فرصة ليؤهل نفسه ونعمل على تأهيله ونعمل له امتحان معياري آخر إن شاء الله ويدخل الصف. المعلمون المتظاهرون هناك كثير من الأمور يعني ممكن تكون محقة ونحن مستعدون للاستجابة لها، لكن مطالب مثل إلغاء المعياري هذا الأمر غير وارد، لأنه يضر بالطفل. من حق الطفل أن يتعلم، من حق الطفل أن يحصل على معلم مؤهل. المعلم اللي الآن تضرر لأنه رسب في المعياري، إذا كان وقع عليه أي ظلم نحن جاهزون للتعاون معه ورفع هذا الظلم عنه إن شاء الله تعالى.